حياكم الله ويانا مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا فيكم في حلقه متجدده من برنامجكم عدسه اثراء، ومن خلال هذه العدسه نسلط الضوء على جميع القضايا التربويه والثقافيه والدينيه وايضا الاجتماعيه، فنتمنى لكم متابعه طيبه باذن الله من خلال عدسه اثراء. الحمد لله والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. بفضل الله استفدت كثير من حملة أسجد واقترب. جعلتني أحافظ على الصلوات الخمسة وصلاة التراويح والقيام، واستمع إلى الدروس والخواطر الرمضانية. أشكر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والعلاقات العامة، جزاكم الله خير وما قصرتم. زيد عبد الرحمن المنيفي، مدير إدارة العلاقات العامة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. بسم الله والحمد لله، وبعد، اليوم اختتمنا الحملة التوعوية واسجد واقترب. هذه الحملة قيمت في رمضان السابق وبدأت في المساجد وانتهت اليوم بحفل تكريم في المسجد. هذه الحملة تهدف إلى ارتياد المصلين المسجد، فنعلم الشباب ارتيادهم للمساجد. أيضا تهدف إلى حضور الشباب إلى الأنشطة والبرامج التي تعدها وزارة الأوقاف خلال رمضان في المساجد، من خواطر إلى حلقات الذكر والقرآن الكريم. فنشجع أبنائنا على هذه البرامج والفعاليات. أيضا شارك في هذه الحملة 20 مسجد من مساجد إدارة محافظة حولي، وأيضا أشرف عليها 20 منسق من أئمة ومؤذنين جزاهم الله خير، ومئات الشباب اللي شاركوا في هذه الحملة. وفي الأخير تم تكريم 102 مشارك منهم اللي التزموا من أول رمضان إلى آخر رمضان في البرنامج اللي كان معد في كل مسجد. أيضا لا ننسى المنظمين معانا في هذه الحملة، وعلى رأسهم مركز قيم التطوعي صاحب الفكرة جزاهم الله خير، وأيضا محافظة مساجد حولي اللي ما قصروا معانا في الإشراف والتنفيذ لهذه الحملة. وأخيرا أشكر أيضا موظفي إدارة العلاقات العامة على الجهد الذي بذلوه طوال فترة الحملة، والشكر الأخير موصول لمن نجحوا هذه الحملة اللي هم نجومها، الشباب اللي شاركوا فيها ونجحوها، ونتمنى منهم إن شاء الله مستقبلا أنهم يشاركون في هذه الحملات، وهي ما أعدت إلا لهم للاستفادة منهم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أحمد نواف العتال، استفدت من الحملة اجد واقترب أن أحافظ على الصلوات الخمسة وروح المسجد، وأصلي صلاة التراويح والقيام وصلاة الفجر أهم الصلاة والعصر، لأن صلاة الفجر هي وقت النوم والراحة، وصلاة العصر هي وقت الإرهاق والتعب. وأبوي حثني على أني أقوم على صلاة الفجر، وقال لي أن صلاة الفجر لها يعني فوائد وايد حسنة، عشان الله سبحانه وتعالى يرضي عني وندخل الجنة كلنا إن شاء الله. وأنا أنصح حق كل الناس اللي بعمري أن يصلون. الصلاة ما تأخذ دقيقة ولا دقيقتين، حتى لو تصلي بالبيت، والأفضل حتى بالمسجد أنك تصليها، لأن الصلاة ما تأخذ مني إلا 5 دقائق، ويعني اللعب يأخذ مني أكثر ويلهيني على الصلاة يعني. فأنصح كل الناس أن يصلون ويتركون عنهم اللعب شوية ويحافظون على صلواتهم
الخمسة ويصلون بعد السنة. بعض الأوقات أصحى أبوي أو أمي يقوموني عشان يقولوا لي أصحى، فأنا أصحى أصلي ركعتين وأرد أنام. طبعا معاكم أخوكم عبد الله مصبح المسباح، خطيب في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. تم تكريم طبعا 5 مشاركين من مسجدنا، طبعا من ضمن 20 مسجد تم اختيارهم من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في طبعا حملة أسجد واقترب. والحمد لله طبعا ميزة هذه المسابقة أن يتم اختيار المشاركين بدون علمهم، يعني بعد ما يعني يتم مشاركتهم بأنشطة المسجد ومحافظة على الصلاة وكذلك يعني حضور أغلب أنشطة المسجد. يتم طبعا كانت الحملة هذه في شهر رمضان، طبعا في نهاية طبعا شهر رمضان يتم اختيار طبعا عدد 5 مشاركين، والحمد لله احنا من المساجد اللي تم تكريم طبعا المشاركين من مسجدنا، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مسجد سبيتشا في هذا الزبل منطقة مشرف مع الشيخ فوزي دويسان والشباب عبد الرحمن عبد الوهاب حمد الفارسي سيف يوسف سلطان وسلطان يوسف سلطان عبد العزيز أحمد عبد المجيد الدوسري عبد الرحمن أحمد عبد المجيد الدوسري سليمان أحمد عبد المجيد الدوسري. مسجد محمد المشاري منطقة حطين قطعة 2 الشيخ خالد عبد السلام الشباب فراس إبراهيم محمد الكندري محمد المشاري محمد الحسيان مهند خالد عبد الحكيم عبد السلام عبد العزيز أحمد حسن محمد نور فاروق أحمد. مسجد عبد الله الجسمي منطقة الزهراء الشيخ عبد الرحمن سيديا الشباب نور الدين أمين محمد علي محمد مجد أحمد حيدر عبد الفتاح أحمد حيدر حجازي. تفضلوا. مسجد فاطمة لقيان منطقة بيان المنسق الشيخ محمد عثمان أحمد مع المتسابقين محمد جاسم محمد كرم سالم جاسم محمد كرم معاذ عبد الله السميد عبد الرحمن عبد الله السميد. وصلنا وإياكم مشاهدينا الكرام إلى ختام حلقتنا وأنشطتنا وفعالياتنا من خلال هذا اليوم، نلتقيكم غدا مع أنشطة وفعاليات أخرى ومختلفة بإذن الله، لكم منا أجمل تحية ومع السلامة.